الله وصباحكم بكل خير متابعينا متابعي طقس العرب في السعودية. نهار اليوم تبدأ حالة من عدم استقرار جوي تؤثر على المنطقة الشمالية، تحديدا منطقة تبوك والجوف والحدود الشمالية وأجزاء من حائل، تعطر زخات رعدية من الأمطار في عموم هذه المناطق خلال ساعات نهار اليوم. نبدأ نشرتنا بالتوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال نهار اليوم، حيث يسود طقس مستقر 20 درجة مئوية، كحرارة عظمى الملموسة 19، الرطوبة مرتفعة والرياح تكون شمالية غربية معتدلة السرعة. تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لباقي مناطق المملكة، نبدأ بالمنطقة الشمالية سكاكا 13 إلى 9، عرعر 13 إلى 8، وتبوك 18 إلى 10 مع طقس متقلب بين الغائم جزئي والغالبا غائم مع فرصة لزخات رعدية من الأمطار في بعض المناطق. نذهب الآن للمنطقة الغربية، المدينة المنورة 28 إلى 18، جدة 34 إلى 24، مكة المكرمة 33 إلى 22، والطائف 23 إلى 13. نذهب الآن للمنطقة الجنوبية الغربية، جازان 29 إلى 24، أبها 21 إلى 9، الباحة 19 إلى 12. بالنسبة للمنطقة الشرقية، الدمام 23 إلى 19، حفر الباطن 18 إلى 10، الإحساء 23 إلى 11. أخيرا المنطقة الوسطى العاصمة الرياض، طقس مستقر تفرق لبعض الغيوم 20 إلى 12، مريدة 22 إلى 13، وحائل 16 إلى 10 درجات مئوية. إلى هنا تنتهي نشرتنا، للقاء.